لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الصحيح المسند المختصر من السنن يرويه العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور باسم صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم ابن الحجاج النيسابوري الكشيري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال الإمام مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب بيان أن الدين النصيحة. ذكرنا تلك الرواية، رواية تميم الداري رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم ذكرنا لطائف الإسناد التي ذكرها شيخنا شيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتابه الماتع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج. ثم ذكرنا بتصرف يسير ما ذكره من الشرح، وصلنا في مسائله إلى المسألة الرابعة في فوائده المستنبطة على هذا الحديث. أول هذه الفوائد بيان أن الدين النصيحة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: هذا لفظ يفيد الحصر، فكأنه قال: ليس الدين إلا النصيحة لله سبحانه ولكتابه سبحانه وسائر ما ذكر في الحديث، أي لا يكمل الدين إلا بذلك. وفيه إشعار بعظم موقع النصيحة من الدين. كذلك من الفوائد المستنبطة أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا، ومنها كذلك جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، حيث أخره هنا من قوله: قلنا لمن، يعني لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، حينما قالوا، يعني سأل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: قلنا لمن يا رسول الله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. كذلك منها رغبة السلف في طلب علو الإسناد، وهو مستفاد من قصة سفيان مع سهيل كما ذكرنا. كذلك منها أن هذا الحديث حديث عظيم الشأن، وعليه مدار الإسلام كما تبين تحقيق ذلك من خلال شرحه. وقد حكي عن أبي داود رحمه الله تعالى أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه. وقال الحافظ أبو نعيم: هذا الحديث له شأن عظيم، وذكر محمد بن أسلم الطوسي أنه أحد أرباع الدين. علق شيخنا الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى على ذلك تعليقا لطيفا بديعا فقال: قد تعقب النووي رحمه الله تعالى هذا الذي حكي عن أبي داود والطوسي، فقال: وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوا، بل المضار على هذا وحده. وهو تعقب جيد كما قال الشيخ محمد علي آدم رحمه الله تعالى فيه، فمن تأمل هذا الحديث حق التأمل أدرك ذلك لا محالة. كذلك من الفوائد المستنبطة والحكم المستخرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الدين النصيحة، فهذا يدل على أن النصيحة تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه السلام، وسمي ذلك كله دينا، فإن النصح لله تعالى يقتضي القيام بأداء واجباته على أكمل وجوهها، وهو مقام الإحسان، فلا يكمل النصح لله بدون ذلك، ولا يتأتى ذلك بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة، ويستلزم ذلك الاجتهاد في التقرب إليه بنوافل الطاعات على هذا الوجه، وترك المحرمات والمكروهات على هذا الوجه أيضا. في مراسيل الحسن رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو كان لأحدكم عبدان، فكان أحدهما يطيعه إذا أمره، ويؤدي إليه إذا أتمنه، وينصح له إذا غاب عنه، وكان الآخر يعصيه إذا أمره، ويخونه إذا أتمنه، ويغشه إذا غاب عنه، كان سواء، يعني هل يكونان سواء؟ قالوا: لا. قال: فكذا أنتم عند الله عز وجل. يقول: خرجه ابن أبي الدنيا، وخرج الإمام أحمد معناه من حديث أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الفضيل رحمه الله تعالى: الحب أفضل من الخوف، ألا ترى إذا كان لك عبدان أحدهما يحبك والآخر يخافك، فالذي يحبك منهما ينصحك شاهدا كنت أو غائبا لحبه إياك،
والذي يخافك عسى أن ينصحك إذا شهدت لما يخافك، ويغشك إذا غبت ولا ينصحك. وقد ذكر الله تعالى في كتابه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم نصحوا لأممهم، كما أخبر الله بذلك عن نوح عليه السلام وعن صالح عليهم الصلاة والسلام. كذلك من الفوائد المستنبطة والحكم المستخرجة، بل من أهمها ما قاله الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من أنواع النصح لله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها، ومن ذلك بيان ما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يصح منه، بتبيين حال رواياته ومن تقبل رواياته منهم ومن لا تقبل، وبيان غلط من غلط من ثقاتهم الذين تقبل رواياتهم. فعلا هذه لطيفة بديعة. يقول كذلك منها أن ينصح لمن استشاره في أمره، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، وفي بعض الأحاديث إن من حق المسلم على المسلم أن ينصح له إذا غاب، ومعنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبته بالسوء أن ينصره وأن يرد عنه، وإذا رأى من يريد أذاه في غيبته كفه عن ذلك، فإن النصح في الغيب يدل على صدق الناصح، فإنه قد يظهر النصح في حضوره تملقا ويغشه في غيبته. قال الحسن رحمه الله تعالى إنك لن تبلغ حق نصيحتك لأخيك حتى تأمره بما تعجز عنه. قال الحسن وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي إن شئتم لأقسمن لكم بالله إن أحب عباد الله إلى الله الذين يحببون الله إلى عباده ويحببون عباد الله إلى الله ويسعون في الأرض بالنصيحة. قال فرقد السبخي قرأت في بعض الكتب المحب لله عز وجل أمير مؤمر على الأمراء، زمرته أول الزمر يوم القيامة، ومجلسه أقرب المجالس فيما هناك، والمحبة منتهى القربة والاجتهاد، ولن يسأم المحبون من طول اجتهادهم لله عز وجل، ويحبونه ويحبون ذكره ويحببونه إلى خلقه، يمشون بين خلقه بالنصائح ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح، أولئك أولياء الله وأحباؤه وأهل صفوته، أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه. وقال ابن علية في قول أبي بكر المزني ما فاق أبو بكر رضي الله عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بصوم ولا صلاة، ولكن بشيء كان في قلبه، قال الذي كان في قلبه الحب لله عز وجل والنصيحة في خلقه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ما أدرك عندنا من أدرك بكثرة الصلاة والصيام، وإنما أدرك عندنا بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للأمة. وسئل ابن المبارك أي الأعمال أفضل، قال النصح لله. وقال معمر كان يقال أنصح الناس لك من خاف الله فيك. وكان السلف إذا أرادوا نصيحة أحد وعظوه سرا، حتى قال بعضهم من وعظ أخاه فيما بينه وبينه فهي نصيحة، ومن وعظه على رؤوس الناس فإنما وبخه. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى المؤمن يستر وينصح، والفاجر يهتك ويعير. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد كان من كان قبلكم إذا رأى الرجل من أخيه شيئا يأمره في رفق فيؤجر في أمره ونهي، وإن أحد هؤلاء يخرق بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك ستره. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن أمر السلطان بالمعروف ونهيه عن المنكر، فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس على المسلم نصح الذمي، وعليه نصح المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنصح لكل مسلم، وأن تنصح لجماعة المسلمين وعامتهم. ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كما قال شيخنا الشيخ محمد الآدم هي فوائد عظيمة وعوائد جسيمة. ثم قال وبالسند المتصل الإمام مسلم في متابعاته إحضاره للشواهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة في بضاعته الإسنادية المتعة وحبكته الحديثية الرائعة، يقول بالسند المتصل الإمام مسلم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن قال حدثنا سفيان، وسفيان هنا ابن مسعود ابن سعيد ابن مسروق ابن حبيب الثوري رحمه الله تعالى الإمام الحجة الفقيه،
يقول عن سهيل عن ابن أبي صالح عن عطاء، قال عن عطاء بن يزيد الليثي، قال عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد قال يعني ابن زريع تبين مجمل النسب، قال حدثنا روح وهو ابن القاسم تبين مجمل النسب، قال حدثنا سهيل قال عن عطاء بن يزيد قال سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة قال عن إسماعيل ابن أبي خالد قال عن قيس قال عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي ثقة من كبار التاسعة، أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد الكرشي مولاه من الكوفي ثقة ثبت من كبار التاسعة، إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي مولاهم ثقة ثبت من ربيعة، قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي، أبو عبد الله الكوفي ثقة مخضرم من الثانية، جرير ابن عبد الله البجلي الصحابي الشهير يكنى أبو عمرو رحمه الله تعالى قال في الفتح الصحيح أنه أسلم سنة الوفود سنة 9، وهم من قال أنه أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم ب40 يوما، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استنصت الناس في حجة الوداع وذلك قبل موته صلى الله عليه وسلم بأكثر من 80 يوما. وكان جرير جميلا رضي الله تبارك تعالى عنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال عمر هو يوسف هذه الأمة، وقدمه عمر في حروب العراق على جميع بجيلة، وكان لهم أثر عظيم في فتح القادسية. ثم سكن جرير الكوفة وأرسله علي رسولا إلى معاوية، ثم اعتزل الفريقين وسكن قرقيصيا حتى مات سنة 54. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى ذي الخلصة فهدمها، وفيه عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم رضي الله عنه. وروى البغوي من طريق قيس عن جرير قال رآني عمر متجردا يعني من ملابسه فقال ما أرى أحدا من الناس صور صورة هذا إلا ما ذكر من يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومن طريق إبراهيم بن إسماعيل الكهيلي قال كان طول جرير 6 أذرع. وروى الطبراني من حديث علي مرفوعا جرير منا أهل البيت. تطيب في الإسناد من خمسيات المصنف مسلسل بثقات الكوفيين في رواية تابعي عن تابعي إسماعيل عن قيس، قيس هو التابعي الذي اجتمع له الرواية عن 10 المبشرين بالجنة ولا مشارك له في ذلك، في 3 منهم إسماعيل وقيس وجرير مكنيون بأبي عبد الله وكلهم بجليون أحمسيون. كذلك الصحابي في هذا الحديث هو أول محل ذكره في الكتاب جرير رحمه الله تعالى. كذلك منها ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى وما يتعلق بحديث جرير منقبة ومكرمة لجرير رضي الله عنه. روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده اختصارها أن جرير رضي الله عنه أمر مولاه أن يشتري له فرسا فاشترى ب300 درهم وجاء به وبصاحبه لينقضه الثمن يعطيه الثمن، فقال جرير رضي الله عنه لصاحب الفرس فرسك خير من 300 درهم أتبيعه ب400 درهم؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال فرسك خير من ذلك أتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 في 100 وصاحبه يرضى، وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، يعني بايع وطبق النصح لكل مسلم. يعني في الرواية التالية بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. وفي رواية النسائي من طريق أبو وائل والشعبي كلاهما عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وفيما كرهت، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تستطيع ذلك يا جرير أو تطيق ذلك؟ قال كل فيما استطعت فبايعني والنصح لكل مسلم. يعني فطبق رحمه الله تعالى تطبيقا عظيما. ذكر الشيخ محمد الآدم رحمه الله تعالى أن هذا الحديث في أول مسائل الحديث حديث جرير رضي الله عنه هذا متفق عليه، ثم ذكر فوائده. من هذه الفوائد مشروعية البيعة على النصح لكل مسلم، وجوب النصيحة لكل مسلم، تحريم الغش والخديعة، بل يجب على الإنسان أن يعامل الآخرين بما يحب أن يعامله به. ومنها بيان مكانة النصح في الإسلام حيث اعتنى به الشارع فكان يبايع عليه، وأنه ملاك الأمر كله حيث قال صلى الله عليه وسلم فيما سبق من حديث تميم الداري الدين النصيحة، فجعله عين الدين كله. ومنها أن الوفاء بالمبايعة إنما يجب على الإنسان فيما استطاع حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما استطعت فلا يكلف غير طاقته،
كما نفاه الله تعالى في قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومنها كذلك بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الرأفة والحرص على أمته، فإن جريرا لما قال أبايعك على السمع والطاعة فيما أحببت وكرهت، وفي رواية قال له واشترط علي فأنت أعلم، لقنه قال كل فيما استطعت. فهذا هو غاية الرأفة والرحمة، وهو مصداق قوله سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك آخر هذه الفوائد على هذه الرواية منها ما كان عليه الصحابة من قوة الإيمان وكمال الاتباع، تمثل ذلك في مدى التزام هذا الصحابي جرير بن عبد الله لهذا العهد العظيم، فقد أثر في سلوكه حياته كلها، فلا يبايع أحدا إلا واجتهد في بذل النصح له، كما أوضحته رواية ابن حبان، فكان جرير إذا اشترى أو باع يقول اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. جعلنا الله تعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى كعادته تلك المتابعات والشواهد رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فقال بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال كلاهما قال وابن نمير قال كلهم جميعا قالوا حدثنا سفيان قال عن زياد بن علاقة قال سمع جرير ابن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. كذا بالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا سريج بن يونس قال ويعقوب الدورقي كلاهما قال حدثنا هشيم قال عن السيار قال عن الشعبي قال عن جرير قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل مسلم. يعني هذا ما ذكره الإمام مسلم رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب بيان أن الدين نصيحة، أما بيان نقصان الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة كماله، هذا بإذن الله تبارك وتعالى ما سيكون في المرة القادمة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما شفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، احفظنا بالإسلام سائرين، ولا تشمت بنا أعداء أو حاسدين. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.